مرحبا، اهلا وسهلا فيكم والسلام للجميع في حلقة اخرى من حلقاتكم التي اوجدناها لنعطيكم معلومات اكثر عن موضوع الهجرة واللجوء وكل الاساليب للوصول الى كندا. قناة كنار تي في كما وعدتكم، وهي صوت العرب من كندا، تحاول ان تقدم لكم كل ما يساعد المغترب والعربي في اي مكان، وإن شاء الله رب العالمين نكون موفقين في هذه الحلقات. الحلقة اليوم حتتكلم عن اللجوء. تكلمنا في الحلقة الماضية عن موضوع اللجوء إلى كندا، وكان الموضوع عليه كتير زخم، وما استطعنا للأسف ننهي موضوع اللجوء في حلقة واحدة. تكلمنا في الحلقة الماضية عن اللجوء من داخل كندا، اليوم سنتكلم عن اللجوء من خارج كندا. الموضوع مهم، الموضوع يخص كثير من الناس، والموضوع قانونيا في كثير من الأمور التي يجب أن يعرفها طالب اللجوء. لذلك اليوم أنا والأستاذ محمد التميمي استضفنا صديقنا وصديق كنار الدكتور. شو رأيك أنت تقدمه دكتور أستاذ محمد؟ طبعا الشرف لي أن أقدمه، ولكن طبعا بس انا عارف انت بتحاول دائما تكون اكرم مني وتعطيني هذا الشرف، فانا طبعا يشرفني ان اقدم الدكتور عمر حايك مستشار الهجره. اهلا وسهلا دكتور عمر. تحياتي، اهلا وسهلا فيكم، وبشكرك جدا على المقدمه الحلوه جدا. هذا الشيء انا بعتز فيه فعلا. الله يخليك. احنا طبعا نتحدث عن موضوع غايه في الاهميه، الموضوع هذا موضوع يهم كثير من اصدقائنا، احبابنا، اخواننا، اقاربنا، فئات يعني تهمنا ويهمنا امرها في عالمنا العربي وفي كل انحاء العالم خارج كندا وخارج بلاد المهجر. الحقيقه نحن نعلم المآسي التي حصلت في كثير من البلدان، نعلم بالأوضاع التي الصعبة التي يعيشها كثير من الناس، نعلم بالحالات التي اضطرت الناس أن تغادر أوطانها، لاجئين، مهاجرين، ناجين بأهلهم وذويهم. هذا الأمر يحملنا كثيرا من المسؤولية، يحملنا ويضع على عاتقنا كثيرا من المسؤولية والأمانة حتى لا نتلاعب بمصائرهم، فنسلمهم لأيد أمينة. هذه الأيدي تعطيهم المعلومة السليمة، المعلومة الدقيقة، وتوصلهم إلى بر الأمان. الحقيقة أنه لا يوجد عند أحد منا جميعا بما فينا المستشار ليس في يده السلطة أن يأتي بأحد إلى كندا، لكنه بإمكانه أن يشير عليكم، أن يقدم لكم النصائح، إضافة إلى الخدمات الأخرى التي يقدمها لطالبي اللجوء وطالبي الهجرة، والتي سنتعرف عليها الآن منه مباشرة. ولذلك أصدقائنا كونوا معنا واستوعبوا ما يقوله المستشار، قدموا أسئلتكم، اطرحوا أسئلتكم، كونوا مركزين في الموضوع الذي نتحدث فيه. مواضيع الهجرة كثيرة ونحن نخصص عناوين حتى نعطي كل عنوان حقه، لذلك أرجو من الجميع ألا يخرج خارج نطاق العنوان والموضوع حتى نركز على هذا الموضوع ونطيح حقه كاملا، لأنه بعد ذلك لن نعود إليه بسهولة، وسنطلب ممن يسأل عنه بعد ذلك أن يرجع إلى تلك الحلقات أو إلى هذه الحلقات. فخلونا نركز، الله يرضى عليكم، وهذا بالعامية علشان الكل يستوعب. يعني الآن دكتور جمال كمان شوي حيحكيها بالفرنسي علشان كمان أصدقائنا اللي بدهم فرنسي نحكي. خلينا نركز على عنوان الحلقة، موضوع الحلقة، لأنه لا نريد أن نحرم الناس من
كثير من المعلومات المهمة. دكتور عمرو، تؤيدني فيما قلته؟ أكيد. إذن لنبدأ. بسم الله على بركة الله. حابب أذكر الجميع، حابب أذكر الجميع في البداية، أفضل. أي حدا عنده سؤال ممكن يضعه في خانة الكومنتس، وإن شاء الله في نهاية الحلقة حنجاوب على جميع الأسئلة بلا استثناء، يعني حنحجز الدكتور وما نتركه إلى أن نصل إلى نهاية الأسئلة، بس نرجو أن تكون الأسئلة جميعها عن موضوع اللجوء. إذا في أسئلة عن أشياء ثانية ممكن تحطوا أنه رجاء عمل حلقة عن الشغلة الفلانية، وسنقوم إن شاء الله بالتفكير في عمل ذلك حسب طلباته. طيب نبدأ على بركة الله. سؤالنا الأول كالمعتاد، خلينا نوضح دكتور عمر اللجوء، واليوم احنا بنتكلم عن اللجوء من الخارج لأنه تحدثنا عن اللجوء من الداخل. لما نتكلم عن اللجوء من الخارج، شو يعني اللجوء من الخارج، ولماذا فرقنا بين اللجوء من الخارج واللجوء من الداخل؟ تحياتي للجميع، يسعد مساكم وين ما كنتوا. طبعا اللجوء، احنا المره الماضيه حكينا عن اللجوء داخل كندا، وكلمه لجوء داخل كندا انك انت لازم توصل الحدود الكنديه سواء بالبر سواء بالبحر ولا سواء بالطياره، وتقدم لجوء عند وصولك لكندا او انت كنت داخل كندا. هذا معنى اللجوء من داخل كندا. اللجوء من خارج كندا للناس اللي بيقدموا ضمن برامج معينه، واحنا بنسميها الايام بسموها برايفت سبونسرشيب، بيقدموا للجوء ضمن معايير معينه، ضمن شروط معينه، ومنه بيتم عمليه البروسيسنج للابلكيشن ببدايه الهجره، وعلى اساس بوصل لكندا كاقامه دائمه. بس حبيت قبل ما ادخل هذا الموضوع بس تعليق على الحلقه القادمه. يمكن احنا حكينا المره الماضيه انه بعد ما الانسان بنهايه المحكمه انه ينجح او يفشل حيكون في خطوات بعد الايجاب او بعد السلبي. اعتقد ممكن نترك هاي الحلقه ثانيه، او ممكن نهايه الحلقه نتطرق لها حتى نكمل الحلقه اللي عملناها المره الماضيه. خلينا نبدا فيها دكتور ونكمل في موضوع اللجوء من خارج كندا كما شئت. تفضل. انا جاهز. احنا حكينا في الحلقه الماضيه من الف الى ياء كيف يمكن التقدم للجوء من داخل كندا، لكن للاسف زي ما حكيت ما حكينا الريزلتس اللي هو لا سمح الله تم رفض الطلب او اذا تم موافقه على الطلب شو بيصير في كلتا الحالتين. تفضل. يعني هو هذا هذه النقطه يعني مشتركه بين اللجوء من الداخل واللجوء من الخارج، اللي هي قرار المحكمه والاستئناف عليه والنتائج فيه. هو بنقدر نحكي متشابهه، بس الفرق انه اللي باخذ قرار سلبي هو خارج كندا بضل خارج كندا، بس اللي داخل كندا نعم. عنده مراحل ثانيه وعنده فرص ثانيه يقدر يعني يمشي فيها. جميل. هلا بالنسبه للجوء لداخل كندا، الانسان اذا يعني الله اكرمه ونجح بالمحكمه طبعا معاه فتره زمنيه يقدر يعبي لاقامه دائمه مباشره، هو واولاده، واذا كان عنده يعني ضمن فاميلي ممبر كمان بيكون هو داخل بتقديم للاقامه الدائمه. يعني احيانا بتكون عائله مثلا زوج واطفال، بس الزوج هو لساته بالخارج. في هذه الحالة بعد النجاح بيتم تقديم الإقامة الدائمة للجميع بدون تأخير لأي فرد منهم. وطبعاً هو لما قدم الإقامة الدائمة بنفس الوقت يعني بيطلع له كمان هو Canadian Travel Document، لأنه لساته جوازه الأصلي بيكون لسه بالإميجريشن. Travel Document بيمكن يروح وين ما بده، بعض الدول تطلب فيزا بعض الدول ما بدها فيزا Canadian Travel Document، لكن الدول الوحيدة اللي ما بيقدر يزور اللي هي بلده الأصلي اللي هو صادر منها الجواز. وكمان بكون مؤهل كمان هو مثلا للي بده يكمل دراسته مثلا الأوساب، بكون هو كواليفاي بهاي الناحية. كمان التشايلد بنفيتس يعني بتغير وضعه، يعني في بكون يعني كتير تغييرات أساسية بحياته. وبصير كمان هو طبعا لما يأخذ موافقة هو أصبح يعني ما بنحكي مع إقامة دائمة، بس هو أصبح مقيم ليجالي في البروسيس إنه يوصل لإقامة دائمة. لكن للأشخاص اللي كمان عفوا انا اي دونت مس ميجر بوينت، هو نقطه مهمه. هلا لما عبي الاقامه الدائمه كل يوم مضى بكندا بعد موافقه او بعد قرار المحكمه لغايه ما يحصل بي ار هو كل يوم نص يوم مقابل الجنسيه. انت عارف الجنسيه احنا بدنا 3 سنوات من 5، تمام؟ الشخص لما يحصل بي ار هو كان ريفيوجي بالقبل،
من لحظة اللي باخذ البي ار فيها بعد كم يوم من لحظة اللي اخذ فيها قرار المحكمة لغاية ما استلم البي ار يقسمهم على اثنين، اذا كانت سنة بطلع له 6 شهور، اذا كان اكثر بس ماكسيموم 1 year يعني ما بتتعدى اكثر من سنة يحسب له. هذه بس في حالة الانسان اللي بيكون يعني هو نجح بالمحكمة واستمر بحياته بكندا. هلا الشخص اللي غير محظوظ واللي ما كان عنده حظ ونجح بالمحكمة، ذكرت المرة الماضية في ناس بطلع لهم القبيل في ناس ما بطلع لهم الاستئناف ضمن محاكم اللجوء. الأشخاص اللي ما بيطلع لهم استئناف، بالذات بعض الأشخاص اللي جايين من USA اللي هو تحت اتفاقية Third Party Safe Agreement، فبلجأ هو للاستئناف في المحكمة الفيدرالية يسموه يعني Federal Appeal. وهذه طبعا بعد الفيدرال أبيل، أنا بحكي هلا على الأشخاص اللي ما بيطلع لهم أبيل. أوكي. فهو بعد الرسوب بروح على الفيدرال أبيل، ما زبطت معه بروح على إشي اسمه هيومانيتيريان. طبعا هو لما يروح من الفيدرال للهيومانيتيريان، أنت بتعرف كيف إنه هو مجرد ما الإنسان رسب بالفيدرال بصير إشي اسمه يعني من وجهة نظر اللي هي CBSA أو شرطة الحدود إنه under deportation process. الهيومانيتيريان ما بيحميه من الديبورتيشن اذا الناس يعني هلا ما دام هو عم بيستأنف اللي هو الترحيل دكتور ياس الترحيل بالضبط. الشخص لما يرسب المحكمه ويروح على الاستئناف الفيدرالي، اذا الاستئناف الفيدرالي ما زبطت معه فاصبح هو على قائمه الترحيل. طبعا مش كل واحد على قائمه الترحيل يتم ترحيله، لانه بيكون في اسباب. هلا كل هذول الاشخاص هم بيرجعوا كمان بعد هيك له الحق يقدم له طلب إنساني، بس الطلب الإنساني ما بيحميه من الترحيل. في ناس ممكن حسب هو عبارة عن evaluation تقييم لشرطة الحدود بهذا المناسبة اللي هي CBSA. نعم. هلا بالنسبة لهدول إذا نرجع للأشخاص اللي هم مسموح لهم الأبيل إذا في حال تشلوا المحكمة الأولى، هو عبارة عن استئناف ضمن محاكم اللجوء نفسها. أوكي. الأبيل طبعا هو طريقته والبروس تبعه مختلف تماما عن المحكمة الأولى، وأغلبيته بكون عبارة عن بروسيس بطلع منه إحدى ثلاث قرارات، لأما الاستئناف مرفوض، لأما الاستئناف انقبل وينعد وبيرجع للمحكمة الأولى، يعني ما أنا آخر عمله محكمة تانية من جديد، أو نفس الأبيل بأخذ قرار بالإيجاب إنه هو نعم له الحق يكون لاجئ رسمي. واحد من ثلاث قرارات تصدر حسب طبعا تقييم القاضي. اذا القاضي شايف انه ما فيش مرت، ما فيش موضوعي بالموضوع، فهو برفضه. تعرف كيف هو الابيل عباره عن ايجاد ثغرات بالقانون او ايجاد ثغرات في تطبيق القانون بالنسبه للقاضي، او ممكن يكون غلط من اي واحد، ممكن يكون غلط من الشخص اللي مس هذا الشخص، او في ادله ما كانت موجوده واصبحت موجوده. صحيح. هذا بالنسبه للاستئناف. هلا بعد ما يخلص استئناف اذا كان موافقه فهو عباره عن بقدم للبي ار، واذا كان رجوع للمحكمه الاولى ببلش من جديد محكمه ثانيه كانه ببلش من زيرو، واذا كان مرفوض ما ضلش قدامه اللي يروح على المرحله الثالثه اللي هو للاشخاص اللي مش مسموح لهم الابيل زي اللي بيجوا من USA او بعض منهم، بروح على المحكمه الفيدراليه. المحكمه الفيدراليه شوي مختلفه، محكمه هي خارج محاكم اللجوء الفيدرال كورت. اعتقد هي الفيدرال كورت بتكون هي اكثر شيء موستلي بيشوفوا كيف تم تطبيق القانون، هل تم تطبيق القانون بطريقه غلط او فيه ثغرات، وعلى اساسه بيتم هو. برضو اذا الفيدرال كورت فشل نرجع مره ثانيه زيه زي اللي هو القسم الاول، برجع للي هو اللجوء الانساني او اللي هي هيومانيتيريان ريزن. طبعا الهيومانيتيريان ما له علاقه بقصته، يعني بمعنى آخر هو عبارة الهيومانيتيريان منصب جدا على أسباب إنسانية، بغض النظر هذا الشخص كان خايف بلده ولا مش خايف، إذا كان في أسباب إنسانية كافية ساعتها هو بصح له أو ممكن يفوز بال طيب دكتور اسمح لي بس بالنسبة للإنسانيات الأمور الإنسانية أو الأسباب الإنسانية، إذا كان صار في خلاص كان هو في مرحلة الترحيل أوكي، هل ممكن يكون في وقت محدد بعديه ينفذ موضوع الترحيل
ولا موضوع الترحيل ما في له وقت معين؟ ممكن إذا زي في بعض البلدان إذا مر على نقطة معينة، نقطة شرطة، مكان تفتيش، وتم يعني ملاحظة إنه هو تحت بند الترحيل، بياخذوه بحطوه في مكانه وخلاص بكون جاهز للترحيل مباشرة. يعني هل في وقت معين لهذه الفترة؟ وهل في كونديشنز معينة إلها؟ ولا هي متروكة بهذا الشكل للصدف والحظ وما بعرف إيش؟ الأمر الآخر، السؤال الآخر من المرتبط فيه، إيش هي الحالات الإنسانية اللي تأخذ فيها المحاكم الإنسانية؟ الإجابة على السؤال الأول، إحنا محظوظين بدولة ديمقراطية ومش هي دولة بوليسية. على الإنسان لما يرتفض بالمحكمة الفيدرالية فبصير العين عليه من قبل السي بي اس، بكون اسمه موجود. وعلى فكرة لما يفشل بالمرحلة بالمحكمة الأولى بصير اسمه عند السي بي اس، فبشوفه بيعرفوا إنه لساته عنده حقوق تانية. نعم. يعني مثلاً الشخص إذا فشل بالمحكمة الأولى وما استأنف بنادوه، برشوا معه إجراءات لأنه هو ما استغل الحق الموجود عنده. يعني بيحكوا له استأنف، ليش مش مستأنف؟ بالضبط، يجوا بنادوه أنت استأنفت. هلا هم ما بنادوه إلا بعد ما يروح الديدلاين. إذا راح الديدلاين فهو خسر حقه. إذا بكون في عندي ديدلاين. نعم. إذا بكون في ديدلاين موجود، هذا ديدلاين بعد كل محكمة في ديدلاين، في ديدلاين يعطوه مساحة إنه يتحرك فيها ويستأنف. يا كلام سليم. فهلا إذا ما استأنف بنادوه. يا هلا بين المحكمة الأولى والاستئناف في ديدلاين، وبين الاستئناف والمحكمة الفيدرالية كمان في ديدلاين. نعم. هلا خلينا نحكي وصل للأخير، هو استنفذ كل حقوقه، تمام؟ نعم. شرطة الحدود أو احنا بنسميها سي بي اس اي، كنديان بوردر سيرفيس ايجنسي، بيبعتوا وراء بيعطوه موعد وبدهم مع سؤال وجواب. انت هلا مثلا أخذت كل حقوقك، ما فيش أي طريقة تانية، بقول لهم إنساني، بقول له إنساني هذا مختلف ما له علاقة بالموضوع. هلا أنت under deportation، شو اللي قول لي شو عم تعمل؟ هلا في ناس طبعا حسب الأوفيسر، هو أكتر شيء سي بي اس بتطلب الناس اللي أكتر شيء بتركز عليهم اللي هو عندهم مشاكل. يعني في كتير ناس بيدخلوا هون لجوء بس بكون عمل له كذا مشكلة مع الشرطة، عنده مخالفات، عنده كذا، لأنه مش كل شخص بيدخل زي الثاني. الإنسان أحيانا بوقع في مشاكل مع القانون هون. نعم. فالسي بي اس اي بتختار الناس اكثر شيء اللي عندهم مشاكل، بعدين بتختار الناس الثانيين اللي هم يعني استغلوا او اخذوا كل فرصتهم بالقانون. نعم. شرطة الحدود بتطلبه تعمل معه انترفيو، يسالوه وين ساكن، وين عايش، بتشتغلش، كل هاي الشغلات. هلا كمان شرطة الحدود هي اللي بتحدد قديش ممكن يكون معه طف. احيانا شرطة الحدود بتاخذ كل شيء معه، تأخذ منه الورك بيرميت، تأخذ منه كريدت كارد، تأخذ منه درايفنج، تأخذ كل شيء منه. وبتقول له استنى الترحيل، لأنه الترحيل ما بيتم، الترحيل بدون موافقة بيرميشن من الدولة اللي أجا منها. يعني مش بس عرفت حالك بالطيارة وراح خلص روح. والبيرميشن من هاي الدول أحيانا صعب، بالذات خلينا نحكي مثلا للفلسطينيين والسوريين. فلسطيني ما عنده دولة، والفلسطيني اللي عايش بالضفة وغزة إسرائيل ما بتسمح له يرجع. لسه بتلاقي فلسطيني هون صار له 10 سنوات under deportation أو ترحيل بس ما صفروا. أوكي. تمام. ونفس الشيء في جنسيات تانية. هلا لو الأردني، الأردني سهل، الأردني جاي من دولته بأخذ موافقة من الأردن لأنه هاي دولته، هي الدولة الوحيدة اللي بتعطيك الحق ترجع لها بلدك. طب إذا كان في خوف، إذا كان في خوف على حياته؟ لا هون بتم. هلا بالانترفيو بين السي بي اس اي، اذا اثبت انه في عنده خوف وعنده فير بحياته بغض النظر عن اجراءات المحكمه وقصته، بيعطوه ابلكيشن اسمه برا. اوكي. هذا الابلكيشن هو عباره بيحكي فيه شروطه، بيحكي فيه دوكيومنت، بيحكي فيه ادله اذا ما استخدمهاش بالمحاكم قبل. اوكي. جميل. وتقيمه السي بي اس اي، اذا السي بي اس اي قيمت وضعه على اساس انه هذا الشخص فعلا اذا رجع على بلده في احتمال انه هو يتعرض للخطر او حياته بخطر، بلغوا ترحيله وبطلبوا يقدم على البي ار. يعني احيانا شرطة الحدود عندها القدره او القرار انه هذا الشخص انه فعلا حيكون حياته بخطر لعدة أسباب، طبعاً بدها بروف، وهذا بيعتمد على تقييم السي بي اس اي. السي بي اس اي هون تتعامل زي محكمة إلى حد ما،
وبتقيم هذا الشخص هذا اذا احنا بعتناه لبلده فعلا ممكن نضره. نعم. بغض النظر عن قصته والستوري تبعته. نعم. بس كلها بدها بيانات قويه جدا، لانه البرا ابلكيشن برا مش سهل. هو هاي الفتره، في هاي الفتره المستشار الهجره بكون معاه برضه في ال... هلا انت عارف كيف، مثلا انا مثلا بخلص مع المحكمه الاولى صح؟ اوكي. بيجي عندي افرض رسب، بقول له انت لك القرار، لا اما نعمل لك الاستئناف، لا اما بتروح عند غيري، عند واحد ثاني. احيانا بعض الاشخاص بقول لك انا بدي اخذ راي مختلف، ويعني وجهه نظر. نعم. وفي ناس بقول لك لا، ما دامك انت بلشت بستوري وعارف وحضرت معي المحكمه وعارف العيوب وعارف كذا، انت عارف ممكن كيف انت تساعدني بالابيل. بالنهايه برضه وجهه نظر، يعني الشخص هو الابليكانت هو اللي بيحدد. اوكي. اذا هو بده اكمل معاه في الاستئناف، هي عباره عن كونتراكت جديده ومحكمه جديده وقضيه جديده. واضح. لما يجي بده يروح من الاستئناف للمحكمه الفيدراليه، بقول له روح على مكتب محامي كمل معه. اوكي. اذا المحامي فشل معاه هناك بالاستئناف في المحكمه الفيدراليه، ممكن يرجع عندي انساني. فانا بغطي معاه الاولى والثانيه والاخيره. اوكي. عند السي بي اس اي اللي هي بسموها برا، هذه البرا انا بعملها وبكون معاه، بس كل هاي المراحل حكيت لك اياها كلها عباره عن كل ستاج مختلف لحالها. واضح. يعني مثلا لو هو في الفيدرال رسب وطلبوه السي بي اس ترحيل، يمكن ياخذ خدماتي يمكن يروح عند غيري. طب انا احيانا حديثك لما يعملوا معاه المقابله وقرروا ترحيله، يمكن بالوقت من هون تجيبوا موافقه الدوله دولته انه ما عندهم مانع يعني باستلامه، احيانا بحكوا له لازم تيجي مثلا كل اسبوع اسبوعين توقع عنه توقيع عشان تبين انك انت موجود بعنوان كذا وكذا. وفي منهم يعني بيكون عنده ما عندوش بعض نظر اختفي. هلا اذا اختفى وفجاه مسكوه، ممكن تمسكوه الشرطه العاديه مخالفه صح؟ يكون اسمه موجود على الترحيل. نعم. ساعتها بدخلوا السجن. هو سجن مو سجن عادي، سجن الاميجريشن هولدنج سنتر. طبعا هون بدخل في مجال اللي هو اتطلع بكفاله او بكفيل، او يعني الها بروسس مختلف تماما. اوكي. هذا بالنسبه للمراحل اللي بتصير بعد اللجوء. اذا النجاح بكمل، واذا فشل بمشي بهاي المراحل اللي هو عديده. يعني مرحله المحكمه بعدها في مراحل كثيره، حتى طبعاً. لو رفض من قبل المحكمه في مراحل كثيره. طيب هل هناك احيانا حالات انت كمستشار هجره بتتمنى انه لو يصل هذا الشخص لمرحله الانسانيه او المحكمه الانسانيه راح يكون ينظر له بعين العطف والرحمه أكثر من لو كان هو في المراحل الأولى في ستوري وكتابة ستوري والأمور هاي؟ هلا أبل أنت هذا ممكن تسألني الشق الثاني من السؤال، وأعتقد هلا أنت نفس السؤال عم بتعيده. أوكي. هلا بالنسبة للإنساني، الإنساني ملف مو سهل، يعني خلينا نحكي الـ percentage of success بالهيومانيتيريان تكاد لا تتعدى 20% 30%. تمام؟ صعب مش سهل، لأنه كلمة إنساني انهم هم بدهم they want to exempt you، يعني يسامحوك بالقانون او الشروط المفروضه عليك، يقول لك انت موفى منها لاسباب انسانيه. بنحاول نقبل طلبك لانك انت عندك شروط انسانيه. هلا هاي الشروط الانسانيه عديده. Yeah. إيه انا كثير عملت انساني، في منهم يعني كانوا ماي كلاينتس وفي منهم لا، اجوا من مكاتب ثانيه. نعم. الانساني في اسباب انسانيه بتكون داخل كندا، في اسباب انسانيه خارج كندا. الشخص لما يخلص كل او يستنفذ كل حقوقه وبيرجع الانساني، بنظروا له شو الاسباب الانسانيه عنده داخل كندا. مثلا عنده اطفال، تمام؟ الاطفال اللي بيكونوا ماينرز لهم وضع مختلف. هذا الطفل اذا راح على بلده ممكن ما فيش العنايه الصحيه الكامله او كما يكفي او مدارس او كذا كذا، عدة الشروط. نعم. يمكن يكون اولاده كنديان، يعني في ناس هنا بيجوم أولادهم ماشيين بالمحاكم، they become Canadian. الشغلة الثانية كمان إنه الشخص هذا بيشتغل
ولا هو لساته على الولفير من اللحظة اللي أجا فيها على كندا. لما في ناس أول ما يدخل كندا بروح على الولفير وخلص يستك. يعني أنا ما بحكي، أنا بحكي البعض يعني، بس في كتير من الناس يعني بيكون عنده بعد نظر وبيشتغل وبيبني حاله وبيكون هو completely يعني independent. وفي بعض الناس لا، بقول لك إنه مدام دخل مجانا خليني زي ما أنا، بس هو ما بيعرف إنه حيجي يوم إنه بيشتغل وبيشتغلش حتكون إلها major role أو إلها صحيح. إلها كتير بعد بقضيته اللي هي الإنساني. فالأسباب الإنسانية داخل كندا، وضع العائلة، متزوج غير متزوج، وجود أطفال، أطفال كنديين، الشغلة الثانية بيشتغل، عنده proper income، بيعمل filing tax، ما فيش عنده مشاكل أي criminal، هذه من داخل كندا. كمان داخل كندا إذا عنده كمان like extended family، إذا عنده أخوه، عائلته، كذا، هاي بسموها under family unification. كمان الفترة الزمنية اللي قضاها في كندا، هلا في ناس بوصل لسنة بعد 10 سنوات. يمكن المحكمة الفيدرالية تقعد 3 سنوات. في ناس محاكمة باللجوء أول مرة صار له سنتين ثلاث ما عملش محكمة. فبيختلف من واحد لواحد. فقديش هو بيسبن تايم في كندا، قديش قعد بكندا فيوصل للثاني مثلا 4-5 سنوات. الطفل بيكون ممكن دخل صف أول وثاني وثالث ورابع وهكذا. فبيكون في لهم صار روت في البلد. يعني صار الولد متعود على الانفايرمنت، متعود على سكول، في كثير تشينجز. صحيح. لانه هم صار استابلش وبيشتغل. دكتور انا يعني مش تشاؤما بدي احكي قصه انا بعرفها وناس اصدقاء لنا هم من المهاجرين من البوسنة والهرتسك، يعني قبل 22 سنه هاجروا الى كندا، قدموا لجوء ورفض اللجوء، وهم جزء اكيد بتعرف اسمهم فورجيتين كنديان، حتى كتبت عنهم الجرايد اللي هم لم يبث في طلبهم وقاعدين وساكنين. اجوا هم الاب والام ومعهم ولدين، ولدوا في البوسنة والهرسك وثلاثه ولدوا في كندا. اليوم من الايام قبل حوالي 8 اشهر الاب راح يراجع اداره الحدود، قالوا له انت عليك تهجير من 12 سنه تسفير ولازم نسفرك، وبالفعل اخذوه وسفروه ودوه على منطقة أصلا مش لا البوسنة ولا الهرسك، ودوا على منطقة في شو اسمه رومانيا، والآن هو لاجئ هناك. معلش أدروني، هو لاجئ هناك. وبعديها هلأ الأم عليها ديبارتيشن، والبنات عاديين طبعا كنديات الثلاث كبار صار عمرهم بالعشرينات، عم بيحاولوا يتوصلوا لمكتب رئيس الوزراء. فقط للعلم يعني أنا حبيت أحكي هاي القصة لأنها من القصص اللي كتير أثرت فيه، وأنا أصدقاء إلي هدول العائلة يعني. فموضوع مش سهل. كلام سليم. فلذلك الإنساني كتير، الإنساني كويس يبني حاله هون. أنا بحكي إذا أنت طبعا كل واحد منا ما بيعرف شو ظروفه، في ناس بيكون مع المال لما يدخل كندا بفقد المال لأنه بيكون توقعات، هو يعني بيكون حاط باجت معين وتطلع أكثر من ميزانيته وبضطر يلجأ لمساعدة الحكومة. هذا الحكي مو غلط إذا أنت كنت بحاجة، لكن الغلط إنك أنت ضلك قاعد ما تحاولش تلاقي بور جوب وظيفة كويسة، لأنه يوم ما لما توصل الإنساني أنت بحاجة لهيك خطوة. فالأسباب الإنسانية بكندا كتير مهمة، وجود أصدقاء لإلك، أصدقاء will establish يعطوك recommendation letter إنه الشخص بنعرفه وكتير مثلاً peaceful، بعمل community يعني community work، volunteer. يعني كل هذا الحكي بيلعب دور كبير. أحياناً أنا ما بدي أحكي يعني اللجوء الإنساني ملف يعني ملف مو قليل، ملف بده شغل كتير. لذلك القرار ممكن يقعد سنة، ممكن يقعد سنتين، ممكن يقعد أكثر. لا. الأسباب الإنسانية خارج كندا، أعطيك إكزامبل مثلاً الفلسطيني، أنا من وجهة نظر لأن أنا عملت كتير أنا هيومانيتير لفلسطينيين، نسبة نجاحت عندهم كان الهيومانيتير ممكن أنا أخذت من 15 ملف ممكن نجحت 14. بس بقول لك شو الأسباب. الفلسطيني طبيعته لأنه يعتبر ستيتلس، كلمة ستيتلس حتى لو كان معه جواز فلسطيني برقم هوية ولا مع رقم هوية بالنهاية ما بيقدر يرجع على المكان اللي كان عايش فيه. الفلسطيني اللي بيطلع من السعودية ومعه وثيقة سفر أو ترافل ديكيمنت أعتقد بيكون يعني من رابع المستحيل يرجع يأخذ إقامة مرة تانية. كمان بسوريا وضعها حرب مثلا بيقدرش يرجع، اذا السوريين نفسهم عندهم يعني حياتهم بخطر، فكيف
ابن المخيمات الفلسطينيين العايش بسوريا، كمان لبنان، كمان العايش بالضفة وغزة. هذه كلها أسباب، يعني كفلسطيني أنا بحكي كستيتس تعتبر هي عبارة عن إشي بوزيتيف في الهيومانيتاريان. أحياناً في جزء من القصة نستغله إذا كان القصة فيها مثلاً ممكن شغل فاميلي أو مثلاً في دراما معينة، كلها هي عبارة عن يعني combination of things مع بعض بتكون. هذا بشكل عام اللجوء الإنساني، هو أنا ما بسميه لجوء إنساني، هو عبارة يعني أنت بتقدم طلب under humanitarian reason. طبعاً النتيجة هي بملف لف الهيومانيتيريان هي بي آر، يعني بالنهاية لما تخلص أنت بتأخذ قرار بي آر. طبعاً كملف إنساني أعتقد يمكن بده حلقة باي تسلف بتفاصيله. نعم. طيب دكتور، إحنا الآن نبدأ باللجوء من الخارج من بدايته، ونتحدث عن المراحل اللي بمر فيها، المداخل تبعها حتى يدخل الشخص في البروسيس تبعت اللجوء من الخارج. كيف تبدأ وما هي الأنواع اللي ممكن يدخل من خلالها اللاجئ من الخارج؟ تمام. في البداية حاب أوضح شغلة. طبعاً البرامج الموجودة هلا هم ثلاث برامج بسموه إحنا الكفالات الخاصة. عندك اللي هو كفالة الخماسية أو بسموه خمس أشخاص يكفلوا شخص. نعم. عندك كفالة الجمعيات الخيرية وعندك الكفالة الكنائسية. فيش غيرهم، ثلاث كفالات. نعم. أحياناً بطلع على الإنترنت كفالات ما أنزل الله به السلطان، يعني كلها عبارة عن عمليات نصب واحتيال. غير هاي الثلاث كفالات ما في. هلا كل كفالة لها شروطها. هم في تشابه بين الثلاث كفالات، كتير تشابه من ناحية اللي هي خلينا نحكي توفر الشروط. لكن في شغلة حابة أنبهها للناس، لأنه تعرف كيف الكفالات الخماسية والكنائسية والجمعيات الخيرية هي أكتر شيء بلشت تظهر يعني من أيام مشكلة السورية من 2014 وفوق أو 2013. قبل هيك ما كنا نسمع فيها، رغم الخماسية كانت موجودة قبل هيك، يعني هاي الكفالات إلى حد ما كانت existent بس ما كان حدا يعني هلا اذا بتروح انت على برنامج الاميجريشن في برامج احنا ما سمعناش فيها لغايه هلا، بس لانه nobody use it او nobody يعني اضطر يرجع لها. فعندك هاي الكفالات الخماسيه والجمعيات الخيريه والكنائسيه، الحكومه الكنديه اعطت exempt من احدى الشروط المهمه، قالت انه اي واحد من العراق او من سوريا او من بعض الدول المعينه زي فلسطين مثلا، اذا ما معه ورقه اليو ان ريكوجنيشن بسموه يو ان سي ار، انه الامم المتحده معترف فيه كلاجئ، هذول معفيين من هذا الشرط. فصار كل السوريين وكل العراقيين الموجودين بالامارات قدموا على البرنامج، وهلا بتلاقيهم موجودين هون بكندا لانه هذول ما معهم يو ان، بس هم كانوا اندر اكزامت. هلا في منتصف 2017 الحكومة غيرت، رجعت البرنامج زي ما كان أول، إنه UN it is a must. أوكي. فالناس كل معرفتهم وكل information تبعهم إنه بفكر الخماسية والجمعية الخيرية هي زي أول، إنه أي واحد كانوا يقدم. إذا أي واحد بده يقدم على هذه لازم يكون معاه ورقة من UN تثبت أنه لاجئ. أنا هلا حكي تفاصيلها، بس أنا حبيت أنبه النقطة لسبب لأنه بتصير عملية نصب واحتيال كتير. نعم. اللي بصير فيه كتير هنا مكاتب ما بدي احكي مرخصين وغير مرخصين، بوقع كونتراكت مع اشخاص برا وبقول له انا بعمل لك خماسيه او اي شيء. الشخص السوري اللي عايش بالخليج شو بفكر؟ بفكر القانون زي اول بعده، انه ياس انه يعني عمي وخالي واخوي وقرايبي كلهم راحوا قبلي، ليش انا يعني؟ ما بنبهوا انه القانون من 2017 تغير، فبتلاقيه بدفع فلوس وبدخل بس هو مش إليجبل، فبتكون هي عملية كلها عبارة عن misleading و cheating من الشخص اللي أعطاه الأدفايس من هون. بس أنا حبيت أنبه هاي النقطة. هلا بالنسبة للكفالات الخماسية والكفالات الجمعيات الخيرية، هدول التنتين تقريبا إلى حد ما يعني 99% متشابهين. الكفالة الكنائسية مختلفة شوي. أنا كمكتب عمرو immigration بشتغل الخماسية وبشتغل جمعيات الخيرية. الكنائسية لأنه هي أكتر شيء مربوطة مع الكنائس وإلها تفسيرها معين ممكن أنا أذكره لاحقا. نحكي عن الجمعية الخيرية والكفالة الخماسية. في عندك شروط
للابليكانت اللي هو الشخص اللي بدنا نجيبه من برا الريفوجي، وفي شروط على الشخص اللي داخل كندا اللي بدهم يقفلوا الشخص. اذا حكينا على الخماسيه هي من نسم خمس اشخاص، هذول الخمس اشخاص لازم يكونوا بكندا كلهم محام اقامه دائمه او جنسيه، نعم، او انديان، انا بحكي نيتف يعني، تمام. لا ما بي ار لا اما جنسيه، هذول الخمس اشخاص. كمان اثنين من الخمسه لازم يكونوا معهم انهم دي ماني، يعني they have some income. ما فيش ليميت معينه، بس at least انهم يعني الدخل معهم مش زيرو، يعني they make 30,000 40,000 per year. ما فيش ليميت معينه، اثنين من الخمسه، تمام. هلا احنا بنحكي عن خمس اشخاص. هلا الثلاثه من الخمسه او اثنين من الخمسه الثانيين هم بيكونوا عباره عن، احنا بدناش نسميهم سليب بارتنر، بس هم يعني بيدعموا لوجيستكس بالموضوع. بس هي الفاينانشال كاباسيتي او القدره الماليه بتكون متوفره لاول اثنين. هذول الاثنين هم بيعملوا تراست اكاونت. كلمه تراست اكاونت انه هيحطوا فلوس بحساب في البنك. يمكن واحد من الخمسه، يمكن يكون اثنين من الخمسه. اوكي تمام، بيفتح حساب وبحط فيه فلوس. هاي الفلوس الشخص اللي جاي من برا هيصرف منها اول سنه، وهذا المبلغ بيعتمد قديش عدد افراد الاسره. اذا كان شخص لوحده مبلغ، واذا كان زوج زوجي مبلغ مختلف، وهكذا. تمام، طبعا التفاصيل موجوده، اي شخص عاوز يعرفها انا ببعث له اياها. بس هو عباره في تيبل وفي نمبرز حسب عدد افراد الاسره. هلا هذا المبلغ المفروض يجي مش من الشخص اللي برا، المفروض يجي من الخمس اشخاص او حد بيدعم الخمس اشخاص، لانه هذا لاجئ هو المفروض ما يجيب فلوس، احنا عاوزين سبورتهم. تمام، ففتح تراست اكاونت، والخمس اشخاص هذول لازم يقدموا كمان، في عندك اللي هو بوليسي كليرنس، ما عندهم مش مشاكل كذا كذا يعني، وعنده اللي هو بطلب منهم دائما اللي هو التاكس ريتيرن يعملوا احنا اذا اي واحد مقيم بكندا، والنوتس اوف اسسمنت، هذه الاشياء مطلوب من الخمس اشخاص. بالنسبه للشخص اللي من برا، وهذه كثير امبورتنت، انه اول شغله لازم يكون معه يو ان اتش سي ار اكنولجمنت او ريكوجنيشن، اللي حكيت عنها قبل شوي. يس، هذه كثير امبورتنت للخماسيه ولا الجمعيات الخيريه. هلا هو القانون شو بحكي؟ القانون بحكي حسب القانون الاميجريشن، بقول لك انه تو بي ريكوجنايزد باي يونايتد نيشن اور to be to be like to be recognized by the hosting country as a refugee. هلا to be recognized by the hosting country كثير الى definition، واعتقد يعني شوي gray area. يعني مثلا في دول اليو ان كانت تعطي letter اللي هو recognition letter، هلا بطل يعطوها. مثلا تركيا قبل سنتين ثلاث كان يعطوا هاي السيرتيفيكيت. مو شو الشخص ببلش انه بقدم طلب لجوء لليو ان، فبيعطوه asylum seeker certificate، شهادة طالب لاجئ. بعد فترة سنة سنتين ثلاثة، بتعرف لما كل ما زاد الريفوجي كل ما كان صار slow down بالبروسيس، فصارت اليو ان تعطي اللي هو asylum seeker، بعد سنتين ثلاثة أربعة بيعطوه اللي هو رسالة اللي هو letter اللي هو recognition letter إنه هو ريفوجي. هلا اليو ان تعرف كيف، لما الشخص يتحول من asylum seeker recognition، فأصبح هو أصبحت اليو ان عنده liability تجاه هذا الشخص، they have to support him لأنه اعترفوا فيه كلاجئ. نعم، اعتقد اليون they try to delay all of these بحيث ما يتحملوش مسؤوليه عن اللاجئين الموجودين هذول، فكلهم بكونوا معظمهم asylum seeker بالذات بالوقت الحاضر. بالمقابل اصبحت تركيا هي اللي تعطي هاي الورقه انه انت لاجئ او انت مقدم لجوء. مثلا بتركيا في شيء بسموه الكملك. كملك اللي هي عباره عن كارت اصفر، هو عباره عن يعني بالمعنى انه تركيا بتعترف فيك انك انت لاجئ. اوكي، بس اعتقد من سنه غيروها، صار عملوا زي اليو ان، صار يعطوا كارت ابيض انك انت مقدم طلب اللجوء، وكارت اصفر لما يعترفوا فيك انك لاجئ. اوكي تمام. فهلا استرعاني هون سؤال دكتور عمرو، يعني المعلومات اللي انت بتتكلم فيها مش بس معلومات تتعلق بالدوله الكنديه
والقوانين داخل كندا بالنسبة للجوء. أنت بتتحدث عن أشياء في تركيا وأشياء خاصة بتركيا، وبجوز لو استعرضنا دول أخرى تحكي لنا عن معلومات موجودة في دول أخرى. هذه المعلومات بتوصلكم أنتم كمكاتب هجرة، بتوصلكم من جهات معينة بشكل دوري، ولا هي اجتهاد المكتب ومثابرته وحرصه على أنه يكون أبديتد في كل البورتس اللي بيصير من خلالها الهجرة واللجوء؟ هي طبعا هاي المعلومات احنا ما بناخذها من الطرف الكندي، هي عباره عن السيرش تبعنا بنعمله بكون تو كيب اوديتد، لانه مثلا انت عارف اللاجئين هم اكثر شيء موجودين بدول، يعني بكثره بدول معينه زي تركيا. نعم. زي لبنان، موجودين مثلا في بعض دول اسيا زي ماليزيا. نعم. بعض دول اللي هو المغرب العربي. نعم. في كمان في مصر موجودين، في مصر كثير، في سوريين، في عراقيين. نعم. لازم قلت لك اياه، هو اكثر شيء اصبحت بالوقت الحاضر اليو ان ريكوجنيشن صعبه، يعني تكاد انه بصعوبه يعطوها اليو ان. اوكي. بس التشالنج انا كمكتب هجره وانا تفسيري الخاص للقانون انه ما دام تركيا معترفه فيه كلاجئ المفروض اكون إليجبل انا. نعم. واذا لبنان معترفه فيه كلاجئ المفروض كمان يعترفوا فيه. نعم. هلا في شغله بنحكيها، وهذا السؤال كثير بيجيني، الفلسطينيين اللي عايشين بمخيمات بلبنان بالعراق، هدول هم طبعا معهم ورقه اونروا. يعني it is mentioned بالقانون اونروا لا تعتبر ورقه اليو ان، يعني لا، يعني ما تعتبر انه يو ان اتش سي ار سيرتيفيكيت. اوكي. لكن انا باجتهادي الخاص بحكي هذا الفلسطيني اللي عايش بلبنان انسى الاونروا، بس هو معاه ورقه اللي هي ترافل دوكيمنت من حكومه اللبنانيه، او مع اللي هي اللبنيز اي دي، انه معترفين فيه كلاجئ فلسطيني بلبنان. مزبوط. نعم. فانا برايي انه هو كواليفاي، لكن اغلبيه الناس بتخاف بتقول لك لا انا ما حدا مثلا اقدم قلب. انا ما عملتش ابلكيشن قبل هيك بصراحه لفلسطين بهذا الوضع، بس انا اول ترايت بسال كل زباينهم بيجوا معهم اليو ان سيرتيفيكيت. اوكي. هذا بالنسبه للشخص، اذا الشخص معه يكون ورقه اليو ان، رغم انه القانون بيحكي ورقه اليو ان او ريكوجنايز باي ذا هوستنج كونتري. والشغل الثاني انه هو يكون في بلد مش بلده، يعني احيانا واحد باخذ ورقه اليو ان من تركيا بتلاقيه بعد 6 شهور عايش رجع بلده، يصير في يعني كونفليكت ما بزبط. طب دكتور، اللي بيقدم على اليو ان اتش اس ار هذول، هل بيختار الدوله اللي بده يروحها؟ مثلا بقول انا بدي كندا او بدي السويد، ما بديش اطلع على كذا واطلع كذا. لا، هو هذا ممكن هو بروح عن طريق settlement program. هلا لما انت تسجل باليو ان يعترفوا فيك بلاجة، فهم بحطوك على القوائم اللي هو settlement. طبعا هذه القوائم بيكون عليها الاف وبيختاروا مئات. المحظوظ بيطلع له. طبعا بيكون راندم، اللي بودوه على تركيا، اللي بودوه على كندا، بودوه على اوروبا، يعني. نعم. هم اللي بيختاروا. هم اعتقد بيعطوه اوبشن. هو مش ما اظنش انه بختار، هم بيعطوه اوبشن وهو بيطلع له. اوكي. لكن الكفالات الخاصه هي ما لها علاقه بالموضوع هذا. الكفالات الخاصه هو الشخص عن طريق اشخاص هون باخذ المسؤوليه انه يهاجر لكندا كفالات خاصه بدون تدخل اليو ان. طيب الان قدمنا الطلب، واذا طبعا رفض هذا خلاص، بس اذا تمت الموافقه عليه شو بيصير؟ يمكن الافضل نحكي شويه تفاصيل كيف بيتم تقديم الطلب بتفاصيله. نعم. نعم. زي ما حكيت انا في شروط. هلا احنا ممكن حكينا على الخماسيه اكثر شيء، توفر 5 اشخاص. خلينا استفرغ شيء بالخماسيه، بعدين بروح على الكفاله الجمعيات الخيريه. نعم. هلا الخماسيه، الشخص اذا عنده 5 اشخاص هون، هذول الاخر 5 اشخاص بيتم توقيع كونتراكت بينهم وبين المكتب اللي هم حيمثلهم بالموضوع هذا. الكونتراكت بتكون بين الخمس اشخاص ومكتب الهجره او مكتب المحامي او مكتب المستشار. نعم. الشخص اللي برا ما بوقع على اي اتفاقيه ولا بدفع فلوس. تمام. هلا بناخذ كل الاوراق الثبوتيه من الاشخاص الموجودين هون، بناخذ الاوراق الثبوتيه الموجوده مع الشخص اللي برا. نعم. الشخص اللي برا اكثر شيء اللي هو الاي دي والستوري تبعته، قصته، اذا كان متزوج بده يكون معه عقد زواج، وبدنا اللي هي معلومات
أطفاله وزوجته، واحد باسبورته والاي دي تبعته، كلها معلومات عبارة عن معلومات اللي هي الخاصة فيه كا 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 ايدنتيتي. نعم. هذه الستوري تبعته، الستوري كتير مهمة قصته، هي عبارة عن قصة ريفيوجي، شخص كيف مبلش حياته وكيف وصل لهذا المكان، والمكان هذا هل فيه هو عنده معاناة هلأ ولا مكان بيقدر يعطيه الحماية ومستقر. يعني مثلا اللي ماخذ يوان مثلا، في منهم أخذ يوان، أعتقد ممكن أعداد يعني معدودة جدا أخذ يوان، هو قاعد في دبي، صار له 20 سنة بدبي. طب هذا هو الاستابلش دبي، ولك there is no need. تمام؟ إلا إذا كان وضعه بالإمارات مهدد، مثلا انتهى عقده، ظروف بيضطر انه بده مكان بديل. فالستوري تبعته كتير مهمه. صدقوني القصه بالكفاله الخماسيه هي نفس قصه المحاكم اللجوء اللي هون، شبيهه فيها الى حد ما. طب معلش انا بدي اسال دكتور عمرو سؤال، يعني شوي حرصا على الناس اللي بتسمعنا واللي برا واللي موجوده في دبي، موجوده في مناطق في الخليج، يعني وصار عليهم حقيقه هذول زي ما بتعرف صار في كثير من الاحتيالات. الآن واحد يعني متمسك أو بحاول جهده إنه يشوف مكان آمن زي كندا، وما معه اليو أن، أو مش إليجبل إنه يعمل لجوء لكندا، لكن وقع بإيدين حد بيحكي له أنا بأمن لك اللجوء. ماشي. اللي بيسمعونا لو في حدا حكى لهم انا بأمن لكم اللجوء، كيف هم يتاكدوا انه هذا الكلام صح هذا الكلام غلط؟ بيلعب فيهم بتلعبش فيهم؟ متى يدفعوا له فلوس اذا كان موضوع والله اذا امنت لنا هذا الاكس من الدوكيومنتس احنا بندفع لك، معناته احنا في سيف سايد. اذا ما امنت لنا اياه والله احنا ما بندفع لك لانه ويل نوت بي ان سيف سايد. ف ما هي الوصفة اللي ممكن أنت تحكي لهم إياها؟ ما هي النصيحة تنصحهم فيها علشان يضمنوا أنه اللي أمامهم هذا ما بيتلاعب فيهم؟ أوكي. أعتقد حتى واحد يعرف أنه هو ما يوع على يعني ما يعني تحت أي نوع من النصب والاحتيال، أنه يعرف شو 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 الخطوات بهذا البرنامج. أوكي. هلا إذا بفهم البروسيس والخطوات أعتقد هو ممكن يتجنب كثير أشياء ممكن يكون فيها يعني مغالطة. جميل. هلا مجرد ما تم توقيع بلش الإجراءات وتقدم الطلب، تقدم الطلب هنا بأوتاوا لمنظمة اللي هي عبارة عن الكوفرمنت ايجنسي بالإميجريشن اسمها روكو. أوكي. هلا هون البروسيس تبعها بوقت حوالي شهرين ثلاثة، خلال شهرين ثلاثة بيطلع إشي اسمه جي نمبر. هلا هذا الجي نمبر بيعني شو الموافقة؟ هذا الجي نمبر بيعني إنه الإميجريشن هنا طلعوا على طلبك، يتأكدوا انه الخمس اشخاص هذول كواليفاي، او يتأكدوا انها الجمعية اللي هون هي كواليفاي. تمام. أوكي. والشخص الثاني معاه يو ان ومعاه سبورتنج دوكيومنت، يعني عبارة هي عن ابلكيشن يعني بيتشيك اللي هو الاليجيبيليتي. هل هو دوكيومنت فيريفيكيشن؟ بالضبط. فبتاخذ 3-4 شهور. مجرد ما طلع الجي نمبر، الحكومة الكندية بتبعت ملفه للخارج مكان ما هو عايش. هلا مثلا الشخص اللي بتركيا بودوه على تركيا، ممكن اسطنبول، ممكن انقره. اللي عايش بالامارات بودوه على الامارات. اللي عايش بالسعوديه ممكن يودوه على الامارات كمان، يعني حسب وين عايش. هلا ملف هناك لما يروح على السفاره هو اخذ الاليجيبيليتي من كندا، بضل شغله واحده برا. السفاره برا هي بتشيك على الشخص الابليكان نفسه وليس على الناس اللي هون اللي قدموا الطلب، لانه هون موافق عليهم. اوكي. الشخص اللي برا لما يكون اخذ الجي نمبر البدايه من هون بده يستنى. السفاره ممكن تتواصل معه خلال شهر، شهرين، ثلاثه، يمكن شهر، ممكن احيانا سنه، حسب قديش السفاره هذه عندها ضغط وقديش هم ممكن يعني يقدر يعملوا بروسيسنج سريع. مثلا الامارات اسرع بكثير من بيروت. مثلا تركيا يمكن أبطأ شيء لأنه عليها ضغط تركيا. أوكي. تمام. فالمهم لما تتواصل معها السفارة تتواصل معها بيطلبوا منه موعد للمقابلة انترفيو. يعني هذا ممكن بعيدنا لسؤال إنه ليش الشخص ممكن يوصل مرحلة هذه ويفشل. هلا لما يروح على انترفيو
هي انترفيو، شيكوا على جوازه، شيكوا على معلوماته الشخصية، وبسألوه أسئلة. انت عارف كيف الطلب، الطلب هو في معلومات كثيرة، في معلومات عن سكنه for the last 10 years، معلومات عن شغله، عن تعليمه، معلومات عن أولاده، family information، معلومات كثيرة موجودة عند السفارة. نعم. وكمان هذا الشخص بيكون ما لهوش فايل مسبق بالسفارة، يعني هم ما عندهم معلومات إلا الملف هذا الموجود قدامهم، فبشيكوا على معلوماته وبعدين بيسألوه عن ستوري. هلا اتذكر، إذا متذكر حكيت بداية الملف فيه ستوري، فيه قصة. نعم. يسألوه عن قصة. هلا إذا كان طبعا إحنا كمكتب زي ما بحضر طالب اللجوء بكندا، بحضر طالب كفالة الخماسية نفس الشيء بحضر. وبقول له يعني prepare what kind of question، يعني شو الأسئلة ممكن تواجه هناك بالسفارة. فهو بده يتعب زي يعني زي إحنا بنتعب معه، بده يكون يقرأ الملف، يكون عارف معلوماته، يكون عنده هدوء إلى حد ما. فهاي الانترفيو إذا طلع منها بقرار إيجابي، وأحياناً بيعطيه القرار هو قاعد إنه نعم مبروك كذا كذا، إحنا هنبعث لك لما نجهز ملفك. ألا إذا طلع موافقة في السفارة، بيبعثوا له يعمل اللي هو طلب ميديكال، فحص طبي. نعم. اللغة دكتور. الانترفيو بأي لغة بتكون؟ طبعاً بيكون في مترجم. أوكي. اللغة العربية. طبعاً هو بيكون فيزا أوفيسر بيحكي بالإنجليزي، بس في مترجم بيحكي. زي ما قلت لك يا صدقني، هي عبارة عن صورة مصغرة عن الهجرة اللجوء هون. أوكي. بيكون الفيزا أوفيسر بالسفارة، بيكون في واحد مترجم. أوكي. إذا رغب بالترجمة. في ناس بيحكوا بالإنجليزي. أيه. مظبوط. الانترفيو لما بعطيه قرار إيجابي، أعتقد إذا كان قرار سلبي ممكن أقول له بكتب لك، ما بعطوش قرار في المحكمة في السفارة اللي كان سلبي، بس إذا كان إيجابي بحكي له. نعم. هلا إذا كان قرار إيجابي، بعد فترة بيجي فحص الميديكال، وبعدين بطلب منه يعمل بوليسي كليرنس بالدولة اللي موجود فيها، أو بأي دولة كان موجود فيها لأكثر من مثلا 6 شهور، زي إجراءات اللي هي الروتينية نعرفها لأي أبليكيشن. نعم. تاني. نعم. بس يعني بعد إذنك يا دكتور، عم بسألوا عن الأسئلة. الأسئلة سيتم الإجابة عنها في نهاية الحلقة، فإذا في عندكم أسئلة حطوها وإن شاء الله حنجاوبها في نهاية الحلقة. عذرا دكتور، تفضل. اللي بحكي فيه كتير بركز قديش مهم الشغل المكتب الهجرة هنا، يوصل مكتبه لدائرة الهجرة في أوتاوا ويأخذ الجي أن نمبر، قديش مهم كمان الانترفيو. بدون ما يكون شغل كويس من هون مش حيوصل الانترفيو، لذلك هم اثنين مرتبطين مع بعض. نعم. إذا الجهد الأول عمل كويس، الشخص بوصل الانترفيو، والباقي على الشخص إنه هو يذاكر ويحفظ ويعرف ويحكي كيف يحكي. طب دكتور، في ناس كتير بتسأل عن الكفالة الكنسية أو دور العبادة، بعرفش المساجد هل عندهم، لأنه تسمى مساجد هي كنسية. هاي دي الخماسية، خلينا نحكي عن جمعيات خيرية قبل كنسية. نعم. جمعيات خيرية نفس الشيء، بدل ما يكون في 5 أشخاص بيكون جمعية خيرية. هاي الجمعية خيرية اللي هي أي NGO. ممكن تكون كنيسة، ممكن تكون مسجد، ممكن تكون مؤسسة خيرية، أي مؤسسة خيرية. نعم. هلا هذه بتكون هي عبارة بسموه اللي هو الكوميونيتي سبونسر. ممكن تكون لوحديها هذه هي بتكفل اللاجئ، ويمكن تكون هي ومعها كو سبونسر واحد شخص ثاني موجود بكندا. قريب للشخص، صديق، كذا، واتيفر. مزبوط؟ نعم. هلا الكنائس الجمعيات الخيرية يعني أغلبيتهم ما معهم فلوس. هم بيعتمدوا انه واحد يعني حاب يتبرع من كندا ويجي يعطي فلوس للجمعيه، تحط الفلوس هذا للاجئ اللي جاي من برا. فبدل ما يكون تراست اكاونت زي الخماسيه اللي حكيناها قبل هيك، الجمعيه بتعمل تراست اكاونت وتحط فيه الفلوس لهذا الشخص. نعم. احيانا ممكن الفلوس تكون باسم الكوسبونسر اللي هون. نعم. يعني في اشخاص من برا بقول لك انا ما بدي مثلا تراست اكاونت عند الجمعيه، انه في جمعيه ممكن تفلس، وصارت مشاكل الجمعيه فيها فلوس وفجاه بتلاقيش جمعيه موجوده. تمام. نعم. في ناس بقول لك لا، انا في لي ابن عم او اخ او صديق هو حيكون كو سبونسر، هو حيفتح تراست اكاونت، هو حيعطي الورقه بالبنك للجمعيه الخيريه، ما في مشكله ابدا. بس مش كل واحد عنده صديق وعنده اهل وعنده كذا، في ناس ما عندهم هذا.
صح. نعم. فهي الجمعية الخيرية هي بتقوم بكفالة الأشخاص. بنقدم الطلب طبعاً في شروط، في شروط بالجمعية، مش أي جمعية بتزبط يعني، في بيكون اللي هو التاكس تبعها، الكوربوريشن، السجل التجاري، مثلاً اللي هو بيكون عندك بوليس كليرنس للدايركتورز الموجودين بالجمعية. تمام؟ إنه هاي الجمعية هي جمعية عندها مصداقية وعندهم القدرة إنه يلبوا حاجة اللاجئ اللي جاي جديد. تمام؟ نعم. فلما يتقدم الطلب بيمشي نفس الإجراءات اللي حكيناها أول، بروح على الأوتوا وبعدين بروح ملف بالخارج وبصير انترفيو، والإجراءات بعدها متساوية. هلا الشخص لما يوصل هون على كندا، سواء من الخماسية أو الجمعيات الخيرية، بصير يصرف من المبلغ اللي كان موجود بتراست اكاونت على سنة. هو سنة ماكسيموم، بس ممكن الشخص get established before، يعني ممكن الشخص خلال 4 شهور يتوظف. أما يعني الجمعية مش ملزمة، أو الشخص اللي بيساعد هو مش ملزم يصرف عليه 12 شهر، بصرف عليه لحين استابلش بس، وماكسيموم 12 مانث. أوكي. بعد 12 شهر هو بيرجع لمساعدة الحكومة إذا لساته مش قادر، بس أول 12 شهر ما بيقدر يطلبوا الفير، بأخذ أي شيء ثاني، ممكن يأخذ أساب، ممكن يأخذ أي شيء بده إياه إلا الولفير، مش الولفير. أوكي. فهذه بالنسبة للجمعية الخيرية والخماسية. وللعلم يا جماعة، الشغل التالي كتير مهم، لما واحد يختار 5 أشخاص أو يختار جمعية، إنه هذا الشخص يكون حيسكن قريب من المنطقة هذه، يعني بصيرش تكون الجمعية تكفله، هي بأوتوا الجمعية وهو ساكن بعيد حوالي 500 كيلو. أوكي. لازم يكون بنفس الكوميونتي. ونفس الشيء. وفي معلومات تفاصيل أكثر أي واحد ممكن بيسأل عنها إحنا نفيده فيها. بيرفكت. أنا حاب بس أضيف شغلة، الناس اللي كان في سؤال اليوم أنا بعمل لايف عن موضوع الويلفير قديش بكفي وما بكفي، بس خلينا نكون واضحين، موضوع الويلفير مش غنيمة في كندا، يعني اللي أعتقد بدفعه للشخص الأدلت 650 دولار، يعني الزوج والزوجة بيطلع لهم 1200-1300. فإذا بيستأجر بيت أو شقة في ميساساغا بده أقل شيء 2000 دولار أقل ما فيها، فالمبلغ يعني مش تتوقع أنك والله جاي على كندا في فلوس الحكومة بس بدها تعطيك إياها. فالموضوع أنه هم بيساعدوك، بس أكيد الموضوع مش بالفكر اللي للأسف في ناس ماخدينه، يعني مش راح تغتني من الموضوع، مش هتغتني. يس. نعم. دكتور في شوية أسئلة بعرف إذا بتحب نأخذها بعدين نكمل في الموضوع إذا في معنا وقت، لأن الوقت تقريبا ساعة عم بداهمنا. ما عندي مانع إذا بدك بس أجاوبك على السريع على الكنائسية. تفضل. طبعا الكنائسية أنا كمكتب ما بشتغل كنائسية. الكنائسية هي عبارة بسموها الساه، طبعا هي عبارة عن sponsorship agreement holding، بتكون بين بعض الكنائس وبين الحكومة الكندية. هذول بعض الكنائس بيكون عندهم اتفاقيات مع الحكومة الكندية ضمن معايير معينة، وضمن يعني بيكون بيعتمد من كنيسة لكنيسة من ناحية قدرتها المادية ومن ناحية الريكورد تبعها. اي كنائس بيعطوها بقول لها مثلا you can sponsor up to مثلا 50 عائلة او 20 عائلة، بتكون هاي الكوتا موزعة بين عدة كنائس في أماكن مختلفة. تمام؟ نعم. معظم الناس ليش بروح على الكنائسية مفضلة عندهم؟ لأنه شرط اليو ان مش موجود. أوكي. هذا السبب، لكن الكوتا الموجودة قليلة جدا، يعني إذا موجود مثلا 500 ملف 500 عائلة يتقدموا 10,000. نعم نعم نعم. في منافسة شديدة. نعم. الأرقام اللي قليلة جدا بالنسبة للي بتقدم. طبعا صح. طيب طيب خلينا نبدأ بالأسئلة، لأنه فعلا في عدد أسئلة كثير والوقت يا دوب يكفي علشان ناخذ كل الأسئلة. أنا مقيم في تركيا من 3 سنين، ما هي الخطوات لتقديم الهجرة إلى كندا عن طريق منظمات خيرية ولديها الكفلاء متجنسين؟ أوكي. أعتقد بالنسبة للأخ لازم أول شيء يكون معه ورقة اليو أن من تركيا. نعم نعم. طيب في سؤال من باسم بقول كيف أقدر أهاجر أنا وعائلتي من الأردن، هجرة ولا لجوء؟ إحنا بنتكلم عن اللجوء يا باسم.
هجرة بدك تتواصل مع المكتب، أنا هحط المعلومات تبعت المكتب عشان إذا حدا بده يتواصل مع الدكتور عمر ومور ديتيلز عن موضوع آخر. طبعا أنا معلش بعد إذنكم بدي أوجه تحية للدكتور صديقي حسين، دكتور حسين طبيب أسنان في روسيا، صديق حبيب والله ظاهر ناس كلها بدها تهاجر. طبعا أنا بتشرف تكون عندنا دكتور حسين قريب، أحلى شيء في الدكتور حسين بيزف بزق، فجلسة معاه كفافة. جميل جميل. طيب في سؤال، أنا سوري قدمت لجوء في إسبانيا، قررت الرجوع مع عائلتي في العراق طوعا قبل موافقة على اللجوء، وأريد أقدم على اللجوء على كندا عن طريق منظمات الخيرية، هل يؤثر ملف إسبانيا على ملفي في كندا مثلا؟ طبعا أكيد بأثر، لأنه اللجوء هو مش شوبينج، يعني مش بتريح المكان اللي بيعجبك بتقدم طلب هون وبتغير. أول شغلة رجوعك للعراق يعني أصبح نفى أي سبب رئيسي إنك تقدم لجوء. نعم. السؤال، هل ممكن يعني هو خسر بالطريقة هاي دكتور عمر، خسر ما فيش عنده فرص؟ هو فيش عنده فرص، لأنه إذا قدم لجوء أول شيء بيقدرش يقدم أي من الكفالات الخاصة هو بالعراق. أوكي. نعم. إحنا ذكرنا حكينا إنه الملف الخماسية والجمعيات الخيرية هي عبارة عن. بس هو سوري دكتور هو سوري. بغض النظر هو سوري مش مشكلة، أنا عندي واحد ملف، واحد شخص كان مقدم بألمانيا عاش الشهور غير رأيه أرجع كندا رفضوه، قالوا لهم أنت عم تعمل شوبينج. أوكي. الإنسان بلجأ للمكان الآمن، مش والله هاي بلد حلوة هاي مش حلوة. نعم. بالله نعم. دكتور عمر هنا معلش، أنا هذه المواضيع بشوي بتنغزني شوي هيك. طب أنت بتيجي بتحكي لواحد بتحكي له أنت مش راح تنقبل أو فرصك لا تتجاوز 2%، وهو بضل يحاول مع غيرك وغير 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 وغير، وبالأخير بوقع في فخ حدا من المحتالين. ماشي، يعني وجه لنا رسالة هيك سريعة بس للناس هدول، شو ممكن تحكي له؟ هلا أحكي لك شغلة، أنا مثلا عندي مثلا كتير بيجوني مثلا بيقدموا على الخماسية والجمعيات الخيرية، بقول لي أنا معي اليو أن أسايلم سيكر. نعم. بقول له حترفض؟ قال لي تجرب. طيب هلا أنا عندي معي ما صارت، بس بعض زملاء يمكن الأوفيسر مشيها لأسباب معينة، هل هو منتبه؟ هل هو شعر فيه إنساني؟ ما بتعرف. فهو بتجرب. نعم. بجرب، بس بالنهاية احنا بنعرف انه 99.99 حيرفضوا. هو استاذ محمد السبب هو الديسبرت، الناس عايشة بظروف صحيح، وحتى في بصيص امل بده يحاول. صحيح. في سؤال بقول، هل ممكن تقدم على برنامج الحماية البروتكشن من لبنان؟ طبعا ما فيش الكفالات اللي حكيناها، خماسية جمعيات خيرية وفي شروط. هل كلام الدكتور ينطبق حتى على المعاهدة بين أمريكا وكندا؟ من أي ناحية؟ ما هو السؤال هون مش عارف. طيب حلمي بيحكي أنا مقيم بالسعودية، كيف يمكن اللجوء من السعودية إلى كندا؟ مقيم معناها مش سعودي هو، بكون معه إقامة دائمة إقامة عملية طبعا. طبعا هو ما بيقدر يقدم لجوء من خارج كندا الا يكون احدى الكفالات اللي هي الكفاله الخماسيه والجمعيات الخيريه، وبده يكون مسجل باليو ان. بعرفش، اعتقد ما بعرف، انا سمعت انه في يو ان بالسعوديه، بس يمكن يعني مش سهله يتعاملوا معه. لكن اذا قدرت توصل لهم وتاخذ انت، طبعا اكيد بصير، بس بشرط انه اقامتك تكون هي معرضه للالغاء بالسعوديه. يعني هو بيروح عشان ياخذ اليو ان ريكوجنيشن، هو بيروح على يو ان بيقدم لهم الكيس صحيح. تبعه، وهم بناء عليه بيقدروا الظرف تبعه وبيعطوه. بس هي في بعض الدول تغيرت، تركيا بطل الانسان يقدر يروح على اليو ان، صار لما يروح على اليو ان يمني مقيم بالسعوديه هي كان اعتقد بالسعوديه هي كان جو تو يو ان زي الامارات. نعم. أوكي. نعم. طيب يحيى بيحكي انا مقيم في تركيا، هل ممكن تقدم للهجره إلى كندا عن طريق كفالة كنيسية ولدي علما لدي كفلاء؟ هلا حتتقدم كفالة كنائسية، طبعا إذا عندك كنيسة تقبلك أكيد من حقك.
وأعتقد الكفلاء أنت بحاجة ممكن لشخص واحد كثير يكون كوسبونسر. مر أنا جزائري، هل أستطيع طلب اللجوء من داخل المطار في كندا؟ مر أنا بشجعك ترجع للحلقة الماضية، موجود فيها كل المعلومات. حلقة الأسبوع الماضي موجودة على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. سوري. مثنى بسأل اللاجئ هو من ترك بلده لظروف صراعات أو حروب، طيب ليش بنشوفنا أشخاص من تركيا والهند حتى دول عربية أوروبية بيقدموا على لجوء، هل تقبل حالات لجوءهم؟ طبعا هذا أنا ذكرته المرة الماضية إنه في دول كثير مستقرة يعني سياسيا ويعني وأمنيا. وما حالة تقبل طلباتهم لأنه بيكون في لهم يعني وضع خاص مختلف ومش شرط تكون فيها البلد فيها حرب. نفس السؤال، أنا مقيم بالسعودية وزوجتي وابني، كيف أقدم على لجوء من السعودية؟ لازم تنتجه إلى اليو أن. يوسف بيحكي أنا بمصر ومعي عائلتي. يوسف فلسطيني، أنا لاجئ من غزة في مصر، كيف أعمل لجوء؟ لا مرة ثانية، اللجوء من خارج كندا ما فيش أمامك إلا عن طريق إنك أنت الخماسية أو الجمعية الخيرية، وعندك موجودة يو أن موجودة بالمصر في مصر. ناصر أعتقد جاوبنا سؤاله الحلقة الماضية، نفس السؤال بيطلع من أمريكا لكندا حكينا عنه. طيب هون سؤال مهم، ما الفرق بين طلب اللجوء وطلب الحماية؟ أمي تقريبا نفس المعنى. أستاذ محمد دكتور، بس حبيت أحكي أنوه لشغلة معينة أنا يعني لاحظت من بعض ال عندي بعض الـ يعني الزباين. ورقة اليوان مثلا، في ناس فلسطينيين بالسعودية كان معهم اللي هو وثيقة مصرية. ضمن إلحاح شديد على اليوان قدروا ياخذوا ورقة الحماية من اليوان. اللي بحكي فيه هي اليوان للأسف رغم أن اليوان فيها علاقات فيها معارف وبدك تكون أنت لحوها. فيعني ممكن يأخذوها. بجوز يعني بتتبع للدولة اللي موجودة فيها، الفرع تبعها الدولة الموجودة فيها. يعني صحيح. تعرف إحنا شوي في عنا تغيرات وتحولات. لأنه موظفين يوان هم هاي أعطاكم هيك. يحكي للناس حاولوا، مش راح تفقدوا. نفس السؤال، أنا من العراق ولدي صديق في كندا، كيف أقدم على اللجوء؟ يا إما كفالة خماسية يا إما كم مدة الانتظار لاستلام القبول الدراسي والفيزا؟ سؤالنا، بس ما بعرف دكتور إذا بتحب سريعا. أوكي تمام. هلا أنا كمكتبة بشتغل بالإدوكيشن، أنا أكثر من 400 جامعة كندية وأمريكية، فبنجيب قبولات. القبول الدراسي هلا إحنا بنجيبه لشهر 9 وشهر 1 2021 وشهر 5 2021، بس لا أنصح أي واحد بده يجي على كندا يقدم لشهر 9 لأنه كلها حتكون أونلاين. أوكي. تأمين القبول بياخد حوالي شهرين إلى حد ما، بس تأخذ القبول قدم فيزا. الفيزا حسب الدولة اللي أنت فيها من 45 يوم وفوق. دكتور، في واحد سألني اليوم عنده إعادة توطين، هو عراقي موجود في تركيا، عنده إعادة توطين في أمريكا من 4 سنوات ولم يأتي، جاء القبول المبدئي ولم يأتي السفر يعني لأمريكا، فهل يستطيع أن يقدم لجوء إلى كندا مرة ثانية عن طريق الـ UNHCR؟ طبعا هو اذا معه ورقه اليوان بيقدر، ما في مشكله، بس اكيد هو لما ما قدرش يروح اول مره اكيد في اسباب. هو لا معطوه لانه بتعرف اجت حكومه ترامب ومنعت التوطين فتوقف موضوعه. اذا في اسباب، في اسباب قاهره. اكيد بيقدر. اوكي. انا من السودان، كيف اقدم لجوء؟ نفس المعنى، في السودان في اللي هو عندك منظمه اليوان، منظمة كبيرة هناك موجودة لهم هيد أوفيس، ممكنك تأخذ ورقة اليوان منهم وبلش نفس الإجراءات حكينا عنها سابقا. أنا من سوريا أريد الهجرة واللجوء لكندا، ولكن كيف هجرة واللجوء مع بعض؟ تمام. هلا إذا 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 حضرتك بدك لجوء فلازم تسافر على لبنان وتقدمي على اليوان في لبنان. إبراهيم بيحكي إحنا عائلة عراقية بالأردن، قدمنا
على مكتب من كندا وحصلنا على الجي نمبر في شهر 12 والمحامية بدها تلغي المعاملة لأنها بدها مبلغ، هل تستطيع إلغائها؟ اي هلا لما هم جابوا الجي نمبر، الجي نمبر بده يكون في لأما عن طريق خماسية أو يعني في خمس أشخاص، مش بس المحامي انفولف هون، في عندك خمس أشخاص انفولف أو جمعية خيرية أو كنائسية. هذول الثلاث أشخاص اللي بيقدروا يلغوهم، المحامي ما بيقدر يلغيها. أوكي. اللي بيقدر يلغيها لأما الجمعية، الجمعية الخيرية، الخمس أشخاص أو الكنائسية. بسأل هل بيقدر يحول معاملة من محامي لمحامي؟ بدي يحول على مكتبك؟ طبعا يستطيع. أوكي. هل هناك فرق بين منظمات خيرية وكفالة كنسية؟ حكى الدكتور عنها I think. أخي متجنس بكندا، كيف ممكن يساعدني بالوصول هناك؟ على العلم أن أردنية وأولادي وثائق مصرية بالخليج. هلا أخوك بيقدر يساعدك بحالة واحدة، إنه يبعث لك بدرة invitation وتكون زيارة، مش أكثر من هيك. كيف أقدم للهجرة من الجزائر إلى كندا؟ هل راح يعطوني الفيزا ونيجي نخدم بناء، ولا نيجي نخدم بناء او سائق؟ اوكي، بناء او سائق. بده يشتغل بناء، بده يشتغل او سائق. يعني الهجره بده يقدم على الهجره، حنحكي عن مواضيع الهجره ان شاء الله في حلقات قادمه. نعم. طبعا يوسف جاوبنا عليه، فلسطيني من مصر، خاصة هجرة الليبرز. احنا حكينا شوي من الموضوع المرة اللي فاتت وحكينا حنستفيد فيه بعدين. بالنسبة للكفالة الكنسية، حتى التسجيل فقط غير مطلوب؟ مش فاهم سؤالنا، ما عارف شو سأله. ممكن انا بس احاول اعلي على هذا السؤال. تفضل. ما عارفش اذا انا بقدر اجاوب على سؤاله لاني مش فاهم سؤاله، بس هو التسجيل. نعم. هذه الكوتا من الحكومة الكندية تنزل مرة بالسنة. أوكي. مش متذكر، أعتقد ممكن بشهر واحد أو بشهر نوفمبر أو ديسمبر of every year. أوكي. فبتبلش هذه الكنائس تبلش إعلان اللي بيسجل. فبيسجلوا عندهم أسماء. ممكن تقدم، ممكن يكون عندهم 50 ملف، بتقدموا 1000، اختاروا منهم يعني 50 حسب اختيار، أو اللي هي الكنيسة هي عندها يعني عندها معايير معين للاختيار. فهو تسجيل الكنيسي وما بيعني الموافقة، هو عبارة الكنيسة بتحدد يعني أي واحد يختاروه. فاهم، واضح. في دكتور بقول لك الأفضل التقديم لجوء داخل كندا ولا عن طريق الكفالات؟ أكيد إذا أنت معك الفيزا توصل كندا بكون موقفك أقوى. دكتور تكلم عن المحكمة الفيدرالية أن هناك ثلاث فرص وأن هناك استئناف، هل هذا ينطبق على الذين قدموا لجوء في أمريكا وذهبوا إلى كندا، ولا لا يوجد أي أخبار عن المعاهدة؟ حكينا عن هذا الموضوع بس سريعا، بتحب ترد عليه دكتور؟ طبعا الكلام الدارج أنه أي واحد بيجي من US ما بيطلع له اللي هو أبيل، بس الأغلبية العظمى المحاكم الكندية بيسمحوا لهم بالاستئناف. طبعا يوسف اعتقد احنا سألنا سؤاله هو هذا، لا مصر من غزة في مصر، بقول لك احنا لا يعترفوا فينا كلاجئين، هل تكفي الورقة الا في غزة؟ للأسف لا. طيب ماذا حول اللجوء من سوريا؟ هذا سؤال. نفس الشيء، ما في شيء اسمه لجوء من سوريا. سوريا ما فيش فيها اي قنصلية او تمثيل دبلوماسي لكندا. اي معاملة هجرة بتقدمها من سوريا سواء كانت اذا لجوء عن طريق الكفالات اللي حكينا سابقا، بده يروح الشخص على مثلا اقرب شيء اللي هي لبنان يقدم لليوان. طبعا حصول ورقة اليوان كمعترف فيه مو سهلة، بس بامكانه يحاول. حتى لو بدي أقدم لفيزا وشيء، لأنه يعني بالنهاية الفيزا بدي أعمل فينجر برينز، بدي أعمل البصمة، هذه برضو بحاجة يطلع من سوريا. أوكي. طب دكتور بسألك، تقدروا أنتوا توفروا كفلاء سواء للكنيسة أو الأشخاص؟ للأسف إحنا ما بنقدر نكون يعني انفول بهذا الحكي لأنه في مسؤولية شخصية، بس خلينا نحكي يعني أولاد الخير كتار موجودين. يعني احيانا ممكن تروح على جمعيه خيريه تقول له والله بدي شخصين ثلاثه اربعه يكفلوا هالشخص هذا، اذا كان في يعني
الشخص فعلا بحاجة للمساعدة بيساعده. بسألك عمر 9 و11 و13 أطفال حاملين جنسية الكندية، هل لهم الحق في الدراسة بمرافقة الأبوين؟ للعلم الأبوين ليس لهم أوراق، يعني الأبوين مش كنديين بس الأولاد كنديين. الأولاد إذا وصلوا كندا لهم الحق بكل شيء. أوكي. في سؤال من صديقي العزيز محمد أبو جازية، طبعا دكتور إذا تواصل معك هذا أخ عزيز وصديق أرجو أنك تهتم فيه. أحمل جواز سفر سلطة ومقيم هو بالأردن، هل بيقدر يتقدم؟ أنت عارف الموضوع كيف. السؤال مش واضح دكتور. هو مقيم في الأردن، أنا بعرف قصته، هو مقيم في الأردن بيشتغل في الأردن بس معاه جواز فلسطيني، ما معاه جواز أردني وعنده إقامة في الأردن. اوكي، هلا بالنسبه للدكتور اذا معاه هو معاه جواز فلسطيني واكيد معاه هويه من غزه، هو من ابناء غزه. اتوقع يعني انا قصدي هو معاه جواز سفر فلسطيني مع هويه ولا معاه جواز فلسطيني للسفر فقط؟ هلا جواز سفر نوعين، جواز فقط للسفر يعني معنى اخر هو معاه اقامه بالاردن، مقيم معاه اقامه في الاردن. نعم. هلا اذا هو من ابناء غزه اكيد مثلا بيحمل جواز سفر الاردن المؤقت اللي هو 2 أو 5، انا هيك متوقع. هلا بهيك وضع ما بيقدرش يعمل اي معامله شيء اسمه لجوء من داخل الاردن، حتى الخماسي وكذا يعني اليوان ما بيعطوه اكيد. ولا بدون هويه، ما معه هويه، معه هويه، معناه هو يعني خلينا نحكي هو 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 من ابناء غزه المقيمين بالاردن. نعم. الطريقه الوحيده انه يقدر يوصل كندا فيزا سياحيه دراسه كذا اي وسيله بيقدر فيها، ساعتها بيقدر يقدم لجوء والتشانس تبعه قوي. اوكي. اخر سؤال من مازن بقول انا سوداني، لا سؤالي كان اللجوء إلى كندا عن طريق الكفالات لا يحتاج إلى ورقة الأون، حكى عنها الدكتور والآن غير القانون في كندا. لا بس الكفالات الكنسية الدكتور حكى إنه لا تحتاج يو أن. أو سوري، الكفالات الكنسية. أوكي. نعم نعم. تمام. الكفالات الكنسية يس ما بتحتاج. anyway هذا مكتب الدكتور للاستشارة والمعلومات، هذا الرقم تلفون، الإيميل، الويب سايت، الفيسبوك، ممكن تتواصلوا مباشرة عشان يعطيكم الدكتور. أنا بعتذر كتير ناس بيسألوني على اللايف أو على الشات أجوبة أنا أجاوبها، للأسف أنا لست مستشار وقانونيا في كندا أنا ما بستطيع أعطيكم أي استشارة لأنه قد تكون خاطئة، اللي بقدر أعطيه أنا جنرال بس لشخص معين ما بقدر أعطيه، فعشان هيك أعتذر من جميع اللي بتواصلوا معنا سواء على الفيسبوك أو على الماسنجرز عشان يعرفوا أنه مش بيدنا الموضوع، الموضوع قانوني يعني، بس عشان تكون واضحين لازم تروح على يا إما مستشار هجرة أو أنك تبحث بنفسك ولا لا يا دكتور عن طريق. صحيح، كلام سليم. يعطيك ألف عافية دكتور، بنشكرك كثيرا. أنا ما بعرف إذا إشي ما عرجنا عليه بتحب في بس ممكن موضوع واحد حاب أعلي عليه إنه علاقة بالكفالات الخماسية والجمعيات الخيرية أو الكنائسية. في إشي اسمه بسموه one year window. أوكي. اللي هو يعني خلال السنة الأولى. هلا في ناس لما يقدموا للكفالة الخماسية أو الجمعيات الخيرية أو حتى أجوا عن طريق اليوان اللي هو سيتلمنت، بتلاقي يعني بعض أفراد أسرته ما قدروا يجيبهم معه، ممكن والده، ممكن والدته، ممكن أحد أبنائه، ممكن زوجته كذا. الحكومة الكندية أعطت سنة بعد دخوله كندا إنه يقدر يقدم طلب لهذا الشخص to join. واضح. طبعا احنا انتهت الأسئلة، بعرف إذا في عندكم أي تعليقات. أستاذ محمد أبو جازية بيسأل أخت زوجتي تحمل الجنسية الكندية، لو طلبت لي زيارة يحق لي التقدم لجوء؟ محمد تواصل معي وأنا حوصلك مع الدكتور وإن شاء الله يكون الأمر تمام. أوكي. اتوقع انه خلينا هنا جميعا الاسئله. نعم يعني نعم. انت دكتور احنا طولنا عليك اليوم، حلقه طويله. لا ولا يهمك، هو الموضوع هذا بالذات فيه كثير تفاصيل اخرى صعب انه نذكرها. والاسئله صراحه الاسئله ما زالت تتوالى،
وأنا برأيي إنه ننصح الأصدقاء، وخاصة إنه ممكن إحنا يعني المرة اللي فاتت طلعنا برا البث وظلت في أسئلة تطلع، فإحنا بدنا ننصح الجميع إنه يتواصلوا مع مكتب الدكتور، يبعثوا الأسئلة مباشرة، هاي العنوان موجود، يعني هذه الأمور كلها ما راح ينتهي فيها الأسئلة، لكن كل واحد له his own case، وممكن حالته هذه تكون محتاجة تدقيق أكثر واستشارة يعني أدق وتفصيلية أكثر، صح ولا لا دكتور؟ صحيح. ممكن أنا بس أنبه نقطة ممكن إحنا ما ذكرناها هون. نعم. اللي هو سؤال مهم إنه ليش أحيانا ملف اللجوء بيفشل أو ملف الكفالة بيفشل؟ نعم. طبعا له أسباب عديدة. في أسباب إلى علاقة بالكفلاء، ممكن يكون 5 أشخاص، ممكن يكون الجمعية، أو ممكن يكون بالشخص نفسه أو بالإنترفيو أو بالمكتب. لأنه تعرف هذا عبارة عن بروسيس، ويعني عبارة عن طلب بعد يعني بعد تقريبا بسنة أو سنة ونص أو سنتين. في متابعة كبيرة، يعني مثلا ممكن يكون تقصير من الكفلاء، تعرف الكفلاء في دوكيومنتيشن بقدموها مطلوبة منهم. نعم. ممكن إذا مثلا قدم مثلا بوليسي كليرنس أو حسن سلوك وهذا صار له إكسباير ولسه الابليكيشن مخلص، ممكن يطلبوا واحد جديد منه. يعني في طلبات مستمرة دائما خلال يعني فترة اللي هي التقديم من الكفلاء ومن الشخص كمان اللي هو الشخص الريفوجي اللاجئ. كمان شغلة تاني كمان القصة، هلا في مكاتب في بعض ملفات الكفالات الخماسية والكنائسية والجمعيات الخيرية فشلت بسبب المكتب. ليش المكتب؟ لأنه المكتب لما يكون عنده ضغط كم هائل من الملفات بصير يكتب نفس ستوري لكل واحد، بصير كلها دوبلكيت، بتكون مش رياليستيك. تمام. نعم. وبتعرف كيف يعني ميجريشن عندهم سيستم they are smart enough. ففي كثير مكاتب ملفات فشلت بسبب إنه ما في قصة. صح. نعم. Yeah. نعم. واضح دكتور، احنا كتير فخورين اليوم نكون معك، شكرا جزيلا. دكتور جمال اسمح لي بس ناخذ استثناء من الدكتور على الاخت هدى، نسال سؤالها يعني ونعتبره اخر سؤال، معلش. انا رحت سجلت بالمنظمه قبلها، هي هون السؤال تبعها. لا هي بتقول من ان شاء الله تردوا عليك، وضع انك كثير في تركيا وعندك هون بدايه السؤال دكتور، هون بدايه السؤال. أوكي. انه انا في تركيا وحابه اقدم لجوء، كيف طريقه لو سمحت، شو اعمل، وين اقدم؟ وتكمله السؤال هنا انا رحت سجلت منظمه اسام، هل هذا هو تقديم نظامي ولا لا؟ هو منظمه اسام هي منظمه، هي مش حكوميه. زي ما حكيت انا بده يكون اي شخص بده يقدم، لما بده يقدم على الكنائسيه بكونش معه ورقه اليوان، او اذا بده يقدم الكفاله الخماسيه او الجمعيات الخيريه بيكون معه ورقه اليوان. وضع بتركيا شوي يعني فيه كونفيوز، يعني مثلا في ناس ما حمش ورقه اليوان بس معه ورقه الكملك اللي هلا صار يعطوها، هلا يعني ورقه اليوان وقفوها اعتقد الى حد ما بتركيا تقريبا. نعم. توازي يعني الكملك هي المفروض توازي، لذلك انا ممكن بحكيها هون على اللايف. انا نعم. بدي كيس وحده على الكملك اعملها في مكتبي مقابل يعني مينيمم كوست. يعني ممكن تتواصل معك الاخت هدى. أكيد. اكيد بس تكون محل كملك اللي هو الكرت الاصفر. اوكي. يا. Yeah. اوكي. ان شاء الله يكون يعني الهدف فعلا بديها تكون ككيس. نعم. اذا نجحت فعلا بتكون يعني اعداد كبير ممكن يستفيدوا منها. بدك تعمل فيها بروف كونسبت يعني. بالضبط. نعم. Yeah. نعم. اخت هدى ممكن تتواصلي مع الدكتور عمرو مباشره، هاي العنوان موجود على الشاشه. مرة تانية دكتور عمرو بنشكرك باسم قناة ار تي في، باسم جميع المشاهدين، أبدعت كالعادة، كنت منور الشاشة اليوم، كنار كانت تغرد بصوتك اليوم. اسلام. تشرفنا بوجودك، نعتذر عن الإطالة في الوقت، ولكن زي ما شفت جمهورنا كله محتاج لإجابات، عسى الله أن نكون شفينا بعض هذه الإجابات وجاوبنا عليها
ما هو صحيح وقانوني. موضوع اللجوء هو موضوع كبير وموضوع شائك، وفي كتير زي ما بيحكوا حبكات، ولكن نترك الخبز لخبازه ونترك العلم لعالمه. فإن شاء الله رب العالمين تكونوا استفدتوا من هاي الحلقة. اللي بده يتواصل مع الدكتور عمر ممكن يتواصل مباشرة عن طريق الموقع اللي موجود على الشاشة، ونتمنى لكم جميعا كل خير. حابين نذكركم بحلقات الليلة، اليوم في عنا حلقتين، حلقة الساعة 7 يعني بعد نصف ساعة تقريبا، جمال الحياة مع ريم، حتكون حلقة مميزة مع ضيفة مميزة. الساعة 9 مساء إن شاء الله حيكون عنا حلقة مع الفنانة زينة معن في مقهى كنار لايف. تابعونا وجزاكم الله كل خير، وشكرا لكم جميعا. تحياتي لكم جميعا. طبعا دكتور انا سريعا بدي احكي، الاسبوع الجاي حتكون معنا ولا لا؟ اكيد دائما. بصراحه هو وجود محاورين يعني زي الدكتور زي استاذ محمد بيعطيك انرجي وقوه بحيث انه الحديث ممكن يطول وواحد ما يشعر فيه. واحنا معك طاقتنا بتتفجر كلها في منجم ذهب أمامنا من نطلع منه كل المعلومات. مش مجاملة والله. الله يخليك. تسلم. الله يخليك. تسلم. السلام عليكم.